25 مايو 2005 تاريخ مش هنساه أبدا في حياتي. يوم حسيت فيه بالعجز وكرهت الكورة والحياة، هعتزل وانتحر. ليلة اسطنبول لجمهور ليفربول هي واحدة من أفضل ليالي حياتهم. أنا بكره اليوم ده، وبسببه لفترة حسيت إن مفيش حاجة ليها معنى. كنا كسبانين في الشوط الأول 3-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، كل حاجة كانت بتقول إن الكاس بتاعنا وحنرجع ميلان بيه. لكن مع بداية الشوط الثاني وفي 6 دقايق بس اتعادل ليفربول، اللي كان مستحيل حصل. وفي ضربات الجزاء حارس ليفربول دوديك كان بيشتتنا كويس قبل كل ضربة، وضيعت ضربتي وخسرنا. في أوضة اللبس كنا أموات أحياء، محدش بيتكلم، محدش بيتحرك، لو رميت دبوس هتسمع صوته، كأن تم نفينا خارج الحياة للأبد. بعد أيام حسيت إن الكورة آخر اهتماماتي في الحياة، ما كنتش بتكلم أو ببص لنفسي في المراية. والأسوأ إن كان علينا لعب مباراة في الدوري كمان، الموسم ما كانش خلص. لعب ماتش كمان كان زي العار، كابوس اسطنبول كان بيزورني كل شوية في أحلامي، كنت بتخيل نفسي في أوضة لبس ليفربول بيتم اغتصابي، كان الكابوس عرض مستمر. في الأجازة كنت في يوم أنزل أعوم وفي يوم تاني أغطس وأتمنى مرجعش لسطح المية، وفي مرة تمنيت الغرق أمام أطفالي. فكرة الانتحار كانت بتجيلي دايما. بعد سنتين قابلنا ليفربول تاني في نهائي دوري الأبطال وكسبنا، لكن الفرحة ما كانتش كبيرة، ما كناش قادرين ننسى اللي حصل في اسطنبول. اللي حصل في الليلة دي كان وصمة عار حطردنا للأبد. أتمنى أني ما عيش ليلة زي دي تاني، أفضل الانتحار أو أبقى مع أسود في قفص، ولا أن الليلة دي تتكرر تاني.